هي مباراه استكمال لبطوله الدوري العام اللي انت كسبتها. أي. تمام؟ وليست مباراه للتقييم. أي. وليست مباراه للحصول على الثلاث نقاط اللي انت محتاجهم. وليست مباراه للشو يعني، فاهم قصدي؟ هي مباراه بتكمل بيها بطوله الدوري العام، وبرده المباراه القادمه نفس الوضع، مش دي بس يعني، ده المباراه دي والمباراه اللي جايه هما نفس الوضعيه من وجهه نظر شخصيه يعني. فانا ما اقدرش احاسب لعيب عليها، ما اقدرش احاسب مدير فني عليها، ممكن يكون وجهه نظر مختلفه بالزبط. تمام، في اوضه اللبس حتى مع اللعيبه كمان، العبوا خدوا راحتكم، ما فيش مشكله، ما فيش ستريس، ما في مش هحط اي ضغوطات على اللعيبه، انا احط اي تشكيل، اللعيبه اللي ما لعبتش تلعب وتاخد فرصه، تمام، اللي ما شاركوش بصفه مستمره هيشاركوا. كل الحاجات دي بتتقال في المواقف اللي زي دي، فمش هينفع احنا نبقى زعلانين وعاملين كده. وانا المنظر الحقيقي اللي شفته في الاستاد انا يعني ما حبيتوش الحقيقه. اللعيبه زعلانه قوي، زعلان من ايه؟ زعلان من ايه؟ من الخساره. هو يمكن زعلان من الخساره طبعا، بس يعني كلاعب نادي الاهلي وزعلان من الخساره. لا بالعكس، الخساره يا بلال على مر السنين بالنسبه لنا ماشي صح يا كابتن، انا معاك. بص اكيد حاجه تزعل، انا معاك ان انت ما بتحبش الخساره حتى لو بتلعب تقسيمه. صحيح، احنا تعودنا على كده. انا بروح العب بلاي ستيشن او طاوله بجنن واكسب، فيجي مثلا اصحابي يقولوا بص انت طول عمرك متعود، انت كده، انت هتموت عشان تكسب حد في الطاوله، فاهم قصدي؟ فاحنا تعودنا على المكسب حتى لو بتلعب خماسي، فاهم قصدي؟ لكن مش لدرجه ان انا بقى خارج بقى ايه موطي في الارض كده وحاسس ان انا عملت جريمه. انا ما عملتش جريمه، بالعكس انا كسبان الدوري العام، وكسبان بيراميدز في الكاس وفي السوبر، وكسبانه في الدوري وكسبانه في الكاس، ويعني عامل كل حاجه في الاهم، كسبته في الاهم. انت كسبته طبعا بالظبط، انت كسبته في البطولات المهمه. ها طبعا يا كابتن، طبعا لازم يبقى بالعكس يعني. لا انا تروح وتسلم وتبص مبروك يا شباب. ايوه بالظبط يعني، ايه اللي ما حصلش حاجه؟ صح، للزعل اللي انا شايفه في وسط اللعيبه. بالعكس، ده انا مباراه فور فان بالنسبه لي انا شخصيا يعني، واخد بالك؟ احنا جايين هنا في الاستوديو بنؤازر الناس، ومش جايين نحل المباراه مهمه بالنسبه لنا فجايين متشنجين. لا خالص، بالعكس احنا جايين نستمتع، فاهم قصدي؟ وهم كمان في الملعب لازم يوصل لهم حته ان انت رايح تستمتع، تلعب مباراه للاستمتاع. انت بتكمل بطوله دوري عام كسبان، زي ميسي كده لما سالوه بعد ما خد كاس العالم، قبل كاس العالم قال لك لو خدت البطوله دي هعتزل، بعد كاس العالم قال لك انا بقول لك لا انا عايز اروح وانا كسبان، يعني احس بطعم ان انا بلعب وانا واخد بطوله كاس العالم، ده الفرق. صحيح. فانا لعبتي اخده بطوله الدوري العام، واخده بطوله افريقيا، واخده كاس مصر، واخده السوبر المصري، ومتدلعين على الاخر فرحين مباراه النهارده. استمتعوا. انا كان نفسي النهارده في ما واحد يدي واحد كوبري يرقص ترقيصه، يعمل تشميسه، عارف انت ما تاخدش الموضوع بحساسيه، فاهم قصدي؟ لكن احنا من طبيعتنا زي ما قال كابتن علي وكباتن ان احنا بتاذينا كلمه ان انت اتغلبت. يعني ايه اتغلب انا النادي الاهلي؟ ما ينفعش اتغلب. تمام، بس انا الهزيمه دي ما تفرقش معايا ب3 جنيه يعني، فاهم؟ كسبان الدوري والدنيا كسبان كل البطوله، راحه بالنسبه لي، وما عنديش ازمه، وما عنديش مشكله. صحيح. عايز تكسب اتفضل اكسب، مش مشكله. صحيح. ما عنديش ازمه في الحته دي يعني. مبروك عليك، فاهم قصدي؟ بالظبط، مبروك علينا الدوري، مبروك عليك. صحيح. الثلاث نقاط اللي استمرت بيهم.